دمشق بي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزق عن وصف يدق وذكرى عن خواطرها لقلبي إليك تلفت أبدا وخفق وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق أوله دمشق ومن اللاذقية هنا دمشق مشاهدينا دمشق التي اعتدى عليها العدو الصهيوني فجر اليوم ليردي وليرتقي بسبب هذا العدوان مدنيون وعسكريون سوريون هذا العدوان يأتي بالتزامن مع عدوان إرهابي شنه تنظيم داعش قبل يومين ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 60 مدنيا سوريا شهداء بفعل جريمة بشعة هو العدو مجددا يطل برأسه وسط المأساة بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 من شباط هو ضغط واضح على سوريا بفعل موقفها الواضح تجاه قضايا الأمة ومجددا محكمة التاريخ اليوم ستحكم من سيقف إلى جانب قلب العروبة النابض من سيقف إلى جانب من يقف إلى قضايا الأمة ومن يدفع الفاتورة باهظة فقط وفقط لأنه وقف إلى جانب الحق بالرغم من سنوات 10 من الحرب والحصار والتجويع بحق الشعب السوري إلا أن هذا الشعب لم يغير ولن يغير فهذا ما نلمسه هنا في اللاذقية في حماة في حلب في دمشق وفي كل سوريا سوريا التي واجهت ووقفت إلى جانب فلسطين طيلة سنوات الحرب لن ولا يمكن أن تستسلم لأي عدوان مهما كان حجم هذا العدوان في هذه التغطية المستمرة مشاهدينا من الميادين سوريا تركيا إرادة حياة التي نواصل النقل الوقائع وعمليات إغاثة المنكوبين الذين تضرروا بفعل هذا الزلزال سيكون معنا هنا في المدينة الرياضية في اللاذقية الزميل محمد الخضر معنا أيضا من ريف اللاذقية في اسطام ومفدى الميادين عبدالله بدران ومن مدينة حلب سيكون معنا أيضا الزميل سفيان مراكشي مفدى الميادين من الجزائر والبداية من دمشق ولكن الحديث سيكون عنها من هنا من اللاذقية إذا محمد أهلا بك معنا من جديد بالأمس عدوان أو ليس بالأمس فجر اليوم نعم. عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف السوريين وأمن السوريين وأرواح سورية وشهداء سوريون يرتقون ونحن شاهدنا المشاهد نعم. المدنيون هم الذين استهدفوا بهذا العدوان الإسرائيلي وكان هناك عسكري سوري أيضا من بين الشهداء بداية ماذا في تفاصيل هذا العدوان الذي جاء في جنح الليل والظلام ونجدد مشاهدينا محكمة التاريخ التي ستحكم من سيقف إلى سوريا ضد هذا العدوان الذي استهدفها من سيقف إلى جانبها اليوم وهي المكلومة بفعل هذا الزلزال صباح الخير سيقف مع سوريا الشرفاء والأحرار رافضوا هذه الجرائم التي جاءت بالأمس فجر هذا اليوم عند الساعة تقريبا 12:30 صاروخ إسرائيلي استهدف حي كفر سوسة في قلب العاصمة السورية الاستهداف جاء بشكل مباشر في بناء مدني سكني تقطنه عائلات سورية في تلك المنطقة لكل السوريين هو في قلب العاصمة هو من أرقى الأحياء بالمعنى البناء الحديث والعائلات التي تتواجد في ذلك المكان في إلى جواره منشآت تعليمية منشآت تجارية اقتصادية الحصيلة حتى ساعات الفجر الأولى كان هناك 6 شهداء هناك عسكري جندي سوري أيضا استشهد في إحدى النقاط التي استهدفها هذا العدوان العدوان الإسرائيلي ليس جديدا باستهدافه أحياء مدنية قبل حوالي 2 مثلا هذا للتذكير الاعتداءات على الأحياء المدنية هي كثيرة ضمن سنوات هذه الحرب ومن الطيران أو
من الصواريخ الإسرائيلية. القصف جاء من فوق الجولان المحتل، من الجزء المحتل بالصواريخ، وكان استهدف مثلا قبل عامين حي المزة، المزة في البلاد الغربية، استهدف مرات عديدة مناطق في قدسية، في جمرية، كثيرة في الواقع هذه السلسلة الدموية الإجرامية. بالأمس كانت ليلة قاسية على السوريين، على المدنيين، لأن حتى دوي هذا الانفجار، هذا القصف، سمع في كل أرجاء العاصمة السورية. دمشق حول حقيقة السوريون مقلومون أساسا نتيجة أولا هذا الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة، ثم الاعتداء الدموي الإجرامي الذي استهدف حوالي 70 شخصا، أكثر من 60 شهيدا في البادية السورية، من القرويين وسبعة جنود وضابط شرطة وعنصر شرطي. ولاحظ مع التزامن محمد، هو ليس صدفة في الواقع، يعني الربط واضح جدا، ضرب واستهداف لكل مقومات الحياة في هذا البلد، استنزاف لكل مقومات الحياة في هذا البلد. في العدوان بالأمس الاستهداف أيضا جاء إلى كتيبة الدفاع الجوي في شمال السويداء في محيط منطقة شهبة على محيط طريق المطار. الدفاعات الجوية كما هي العادة هي تقوم بواجبها. نحن كنا بالأمس أمام عدوان في أكثر من نقطة في سوريا، صحيح، في دمشق وفي السويداء، صحيح، لكن التركيز في الواقع على الجانب في حي كفر سوسة، لأنه حي مدني بامتياز، يعني المدنيون الآمنون تحول ليلهم إلى جحيم بهذا المعنى، إلى خوف، إلى قلق، يعني مدني بكل المعاني، سواء طفل أو امرأة أو رجل كبير. الاستهداف جاء وهو في منزله، وكانت الصور على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي واضحة لجهة هذا الاستهداف. جرى التصدي في الواقع، أسقطت بعض هذه الصواريخ، لكن العدوان كان موجعا في هذه النقطة. هناك 15 إصابة في التفاصيل، موجودة في المشافي في العاصمة، بعض الإصابات للأسف خطيرة للغاية، يعني باللحم العاري، لحم الإنسان البسيط يواجه هذه الصواريخ، يواجه هذه الشظايا، يواجه هذا التدمير، آلة الرعب الإسرائيلية، آلة القتل والإجرام الإسرائيلية. صحيح أنت في اللاذقية محمد اليوم، ولكن عادة أنت مراسل ميادين في العاصمة السورية دمشق، وانطلاقا من هنا أريد منك أيضا هنا أن نشرح للمشاهد، لأنه كما تعلم بالأمس مباشرة هناك آلة إعلامية تروج لفكرة أنه إيران هي الموجودة الآن في دمشق، ونحن نستهدف عناصر في حرس الثورة الإيراني. بغض النظر أنه هذا عدوان كائنا من كان من استهدفه، ولكن أيضا هذا يتزامن أيضا وكأنه لتبرير هذا العدوان على سوريا. هنا نريد أيضا أن نؤكد على هذه النقطة، أن لا يتم تضليل الرأي العام بإشاعات وأكاذيب، والتركيز على نقاط محددة لتبرير العدوان، وتمشي هذه السردية، ويتم تبرير هذا العدوان انطلاقا من استهداف أيضا حرس الثورة الإيراني في دمشق. ونؤكد للمشاهد أنه من تم استهدافهم سوريون، بالرغم أن نحن ندين أيضا استهداف الإيرانيين والسوريين والعراقيين وكل أبناء هذه المنطقة، ولكن من استهدفوا بالأمس هم سوريون ومدنيون بشكل أساسي. الشهداء والضحايا هم مدنيون طبعا، والمنطقة هي مدنية بامتياز، يعني المنطقة فيها مولات تجارية، فيها مدارس، فيها أسواق، فيها كتل بنائية هائلة للمدنيين، يعني أقرب نقطة ربما حكومية هي وزارة الداخلية على بعد مئات الأمتار، بعد وزارة الإدارة المحلية على بعد مئات الأمتار. هناك منشأة مدرسة إيرانية، مدرسة لتعليم الطلاب للجالية الإيرانية في تلك المنطقة، ليس سرا وليس يعني ليس خبرا مفاجئا. حقيقة أيضا هذا ليس مصادفة أن يتم الذهاب بكل هذا الخبر إلى وجود إيراني أو وجود حرس ثوري إيراني، مدينة آمنة ساكنة في منتصف الليل تقصف بالصواريخ بشكل مباشر، الضحايا مدنيون وهم موجودون في مشفى المجتهد، مشفى دمشق ومشفى المواساة، يعني لا تحتاج إلى كثير حقيقة، لكن دوما هذا التركيز هو عن خبث وأحيانا بعضهم عن سذاجة وغباء من أجل توجيه الأنظار باتجاه معين، أي أن أعطاء ذريعة أو تبرير لهذا القصف أو عدوان الإسرائيلي، كما كانوا يقولون قبل حوالي سنتين عندما استهدف مرفأ اللاذقية، ميناء اللاذقية، هناك شحنات أسلحة تبين أنها عبارة عن حاويات تحوي ألبسة وتحوي أدوية وتحوي حليب أطفال وتحوي مواد غذائية بشكل كامل، لكنها هي آلة إعلامية رهيبة تحاول أخذ الأمور باتجاه تبرير هذا العدوان وهذا الإجرام. مع الإشارة لأنه قبل هذا القصف أيضا مشاهدينا بأيام قليلة، يعني خلال الأيام الماضية، وهي الشاحنات العراقية تتوجه عبر معبر البوكمال
القائم باتجاه سوريا لإغاثة الشعب السوري الذي يحتاج اليوم إلى الوقوف إلى جانبه من أشقائه ومن أصدقائه ومن حلفائه. كان هناك من يروج بأن هذه الشاحنات وهذه القوافل تنقل الصواريخ وتنقل السلاح من أجل تبرير أي اعتداء إسرائيلي. كان هناك بروباغندا إعلامية مسبقة لتبرير أي عدوان. هذا بات واضح. هذا بات يمكن ربطه بشكل واضح. ونحن لسنا سذج هذه بروباغندا إعلامية لتبرير مثل هكذا اعتداءات. لأنه أيضا ليس من الصدفة أن يأتي هذا العدوان بعد الجريمة الكبرى التي قامت بها داعش في بادية السورية بقتل أكثر من 70 سوري وبدم بارد وبطريقة سادية بشعة. هنا من خلفنا فقط مشاهدين نشير لأنه عمليات الإغاثة مستمرة. هناك أيضا تحرك من قبل الهلال الأحمر الإيراني. نحن نرى الآن هذه السيارة سيارة الإسعاف. هنا فرق وصلت أيضا لتطعيم الأطفال من أجل تفادي انتشار الفيروسات والأوبئة. هؤلاء الأطفال أيضا اليوم الذين يعيشون حالة صعبة للغاية. نحن نتحدث هنا في المدينة الرياضية في اللاذقية. كنا سابقا معكم أيضا من حلب. نحن نطل معكم أيضا من حماة من بقية المدن السورية. أيضا على المقلب الآخر من الحدود من تركيا لننقل هذا الألم الإنساني والوجع الإنساني الذي يجب أن يحرك ضمائر العالم. ومن لم يتحرك ضميره حتى اللحظة هو بحاجة بالفعل أن يراجع إنسانيته. نحن أمام محكمة الإنسانية، محكمة الضمير، محكمة التاريخ. هذه الفرق إذا مشاهدين تابعة للهلال الأحمر الإيراني على ما أعتقد وصلت إلى هنا إلى المدينة الرياضية. سأتحرك أنا والزميل نعم. محمد الخضر مشاهدينا في جولة إلى نقترب أكثر إلى جانب هذه الفرق لنريكم هذه الأعمال التي ترونها الآن أيضا عبر عدسة الميادين، عبر شاشة الميادين. هذا مهم للغاية في هذه المراكز لسبب محمد أنه نعم. هنا نتحدث عن وجود مئات العائلات الذين يتواجدون في أماكن الإيواء وفي مراكز الإيواء وهي مراكز مغلقة. صحيح. هذا المركز هو مركز المدينة الرياضية مؤلف من 3 صالات. هذا المركز منذ بدء الكارثة فجر يوم 6 من شباط توجهت العائلات ممن فقدت منازلها أو خشيت حقيقة من هزات ارتدادية إلى هذا المكان. بلغت ذروة الأرقام هنا تقريبا حوالي أكثر من 3000 شخص. كان الحديث عن حوالي 500 أو 600 عائلة. اليوم بدأت تنتظم العملية بشكل واضح. يعني هناك تدخل للجهات للهلال الأحمر، لمديرية الصحة، سنلتزم صحيا بالإرشادات. قالوا لنا يجب أن نرتدي الكمامات عندما نقترب من هذه المنطقة. وكما ترى هناك في عين هذه الكاميرا هناك سيارات إسعاف من عدة جهات داعمة للسوريين، بداية بسيارات إسعاف التابعة للصحة السورية وسيارات إسعاف هذه إيرانية. هناك كانت سيارة إسعاف لبنانية. كان هناك نقطة طبية للحشد الشعبي. جهد كبير لأنه في الواقع يوجد تقريبا الآن يعني العدد يتبدل. كانوا حوالي 3000 وأكثر، الآن ربما يكون العدد أقل حوالي 1700 كانوا بالأمس. هذه معلوماتي حتى مساء أمس، لأن هناك أعداد كبيرة من هؤلاء توجهت إلى مراكز إيواء، حوالي 27 مركز إيواء في محافظة اللاذقية. ولا أعرف إذا كان هناك إمكانية أن نتحدث مع بعض العاملين هنا اليوم في هذه السيارة سيارة الإسعاف الذين يقومون أيضا مشاهدينا بتوزيع أدوية بتطعيم الأطفال. هل يمكن أن نتحدث إليكم؟ هل في حدا من الأخوة ممكن يتحدث؟ يعطيك العافية دكتور. بداية ألف عافية على مجهوداتكم أيضا ووقوفكم إلى جانب الناس اليوم. نريد أن نعرف ما الذي يحصل هنا على المستوى الطبي أيضا. لماذا أنتم حاضرون وما الذي تقدمونه للنازحين والمهجرين من منازلهم؟ يبدو دكتور اعذرني قليلا لانه يبدو انه هناك خلل تقني بالصوت. ساحاول ان استخدم الميكروفون الخاص بي الان ننتقل اليك. اذا مشاهدين نحن نسال هنا عن العمليه التي تحصل، عن الطريقه التي ايضا تعمل بها الفرق الطبيه. دكتور تفضل لو تعيد. شوف هلا شوف المشاهدين لم يسمعوا. شوف النقطه الطبيه هاي. شوف هذا عندها ذا مريض. نعم لتخريم اخوتنا والمواطنين اللي تضرروا من الزلزال وموجودين حاليا بمركز الإيواء. عم
نعمل لهم تحاليل سكر مثلا، اجراء قياس ضغط، المرضى اصحاب الامراض المزمنه عم نقدم لهم بعض الزمر المتوفره لنا، المرضى اللي هن مثلا بيعانوا من امراض الشتاء امراض الموسم عم نقدم لهم كافه الخدمات بعد طبعا اجراء الفحوص السريريه اللازمه، مسكنات مرضى الربو. طيب دكتور، هناك البعض يتحدث اليوم بشكل أساسي أيضا عن الأطفال، نلاحظ أنه أعداد الأطفال النازحين مع أهاليهم في سوريا عدد كبير، كان في هنا في اللاذقية، في جبلة، في حماة، في حلب، في شمال غرب سوريا حتى. بداية، هل تتخوفون لا سمح الله من انتشار الأوبئة؟ هذا أولا، وماذا تفعلون على مستوى الوقائي؟ يعني هل هناك تطعيم أيضا للأطفال؟ لأنه بحسب ما علمنا قبل قليل أنه هناك حملة تطعيم ستحصل اليوم هنا. والله هذا السؤال بتمنى توجهه لمديرية الصحة لأنه هي المعنية وهي المشرفة على عملية التطعيمات، لكن فعلا في خوف. الحمد لله نحن اليوم عم نعيش بظرف أو طقس مستقر إلى حد ما، يعني ساعد شوي بتخفيف العبء عن المواطنين، لكن الأطفال فعلا لو أنه طالت أمد الأزمة أو مكوسهم بمراكز اللجوء، بالتأكيد الأمراض السارية والأمراض المعدية رح نشوفها بفترة قريبة، وبالتالي المراكز بحاجة إلى دعم كتير كبير، وخصوصا على مجال النظافة الشخصية، توفير المياه، توفير الحمامات للمقيمين. هذا نحن لسه هلأ مثلا مر علينا حوالي 10 أيام على الكارثة، فالوضع لا زال مقبول، أما لو استمر أكثر من هيك أكيد بدنا نعاني يعني. طيب دكتور، أنت الآن على هواء شاشة الميادين مباشرة، الآن كثر يسمعونك في العالم العربي، كما تعلم هناك الكثير من الدول التي تقف إلى جانب سوريا اليوم، هي جميعها مشكورة، دولا عربية، دولا صديقة، دولا شقيقة، دول إسلامية وغير إسلامية أيضا تقف إلى جانب سوريا. أنتم الآن كقيمين هنا، أنتم اليوم على الأرض تعرفون ما هي الحاجة، إلى ماذا تحتاجون بشكل أساسي؟ والله طبعا الأدوية اللي كانت موجودة جت كميات كتير كبيرة وتقريبا أشرفت على الانتهاء، فموضوع الأدوية لازلنا بحاجة ماسة له، لأنه المعاناة موجودة وقائمة، بالإضافة لأغراض النظافة الشخصية والعناية وحليب الأطفال طبعا الزمر الدوائي اللي بتغطي أمراض الربو والأمراض المزمنة، أمراض الضغط والسكري بحاجة إلى، لازلنا. إذن هذه أيضا صرخة من الدكتور المتواجد هنا الذي يشرف أيضا على عملية توزيع الدواء وعلى عملية إغاثة النازحين والمهجرين من منازلهم بفعل هذا الزلزال المدمر. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور، والله يقويكم ويعطيكم الصحة يعني. شكرا لكم ولرسالتكم قيمة، شكرا لكم ولكل من ساعد هالبلد الجريح. لا هذا أقل الواجب، هذا واجبنا الإنساني. كل الشكر لك دكتور. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية، سوريا تركيا إرادة حياة، ونحن نذكر أننا في المدينة الرياضية في مدينة اللاذقية، حيث يتواجد هنا النازحون والمهجرون قصرا من منازلهم بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا. هذه الفرق هنا تواصل أيضا الوقوف إلى جانب الناس، خاصة الأطفال الذين شردوا من منازلهم، كان يجب أن يكونوا في المدارس، ولكن بفعل هذا الزلزال اليوم هم للأسف الشديد ليسوا بمدارسهم، على أمل أيضا أن يخفف عنهم. في استامو في ريف اللاذقية معنا عبد الله بدران موفد الميادين من العراق إلى هنا إلى سوريا. إذن عبد الله، أنت تتنقل أيضا بين المناطق المختلفة في محافظة اللاذقية، كيف هو المشهد في استامو بداية؟ ما هي مشاهداتك؟ نعم عبد الرحمن، المشهد في استامو هو نموذج عن المناطق التي شهدت هذه النكبة وهذه الكارثة التي ضربت سوريا. استامو هي قرية نائية في اللاذقية، طبعا خارج اللاذقية، كانت شاهدا على هذا الزلزال. نتحدث هنا عن زلزال ضرب هذه المنطقة، أدى لانهيار 12 مبنى، 12 مبنى انهارت بفعل هذا الزلزال في هذه القرية. طبعا نتحدث عن إحصاءات رسمية تشير لوفاة 52 مدني بفعل هذا الزلزال. هناك آثار واضحة لهذا الزلزال يمكن أن نرصدها بعين الميادين. هذا المبنى لأحد المدنيين قد انهار على عائلته. العائلة مكونة من 6
أفراد، ثلاثة استشهدوا وثلاثة كانوا قد نقلوا الآن طبعا إلى مراكز طبية. نصف العائلة قد غيبه الموت بفعل هذا الزلزال. في سطامو عبد الرحمن نقلت العائلات إلى مركز إيواء واحد، وهو مركز وهو عبارة عن مدرسة، مدرسة الشهيد نادر وطفة. تم إخلاء 70 مبنى جراء هذا الزلزال. طبعا نتحدث هنا عن مباني تصدعت وآيلة للسقوط ولا زالت تشكل خطرا. وصلت تعزيزات من الحشد الشعبي، هي عبارة عن سلال غذائية وأغطية وفرش، لكن الأمر بحاجة لأكثر، لأنها قرية لا يوجد فيها سوى مركز إيواء واحد وهو هذه المدرسة التي لا تتسع لأكثر من يعني ما لا يزيد عن 200 شخص. لا يمكن أن يتم إيواء كل من فقدوا منازلهم. هذا المبنى قد تصدع، واضح جدا ميلانه باتجاه الشارع العام، هو غير صالح للسكن، لا يمكن تدعيمه، لا يمكن أن يعالج. ركائزه الأساسية تضعضعت، فصلت عن مناطق الربط في البناء. عموما هذا المبنى حتى هو ليس بحاجة لتقييم من مختصين ومهندسين، واضح ميلانه باتجاه الشارع العام، وهو بحاجة لأن يتم هدمه لكي لا يشكل خطرا على من تبقى من مدنيين لم يطلهم شر هذا الزلزال. هنا في هذه القرية في سطامو يمكن أن نرى المكان الذي تم إخراج منه، تم إخراج عائلة إبراهيم عثمان، وهي عائلة سورية من قرية سطامو. سقط عليهم هذا البناء. يمكن أن ننتقل بالكاميرا فتحة صغيرة حفرها الأهالي بأيديهم لإخلاء الضحايا ولإخلاء المصابين بكامله. مبنى قرابة بمساحة يعني 200 متر أو أكثر، 300 متر. هنا انهار على رأسهم هذا البناء من هذه الفتحة التي حفرها الأهالي كما علمنا منهم. طبعا هنا هذه آثار للعائلة، أغراضهم وحاجياتهم وقد سويت بالأرض مع هذا البناء الذي انهار بشكل غريب. ثلاثة طوابق قد انهارت بشكل شاقولي على رأس ساكنيها. هذه الفتحة الصغيرة لست أدري كيف تمكن الأهالي من أن يدخلوا إلى هنا لإخراج الضحايا والمصابين وانتشالهم من تحت هذه الأنقاض. هم حددوا أن هذا هو مكان المنامة وحفروا مجتهدين وارتجلوا قبل وصول أي فرق إغاثة، يعني في فجر يوم الزلزال في فجر 6 من شباط كان قد تمكن الأهالي من فتح هذه الفتحة والدخول ومحاولة الوصول إلى جثامين الضحايا. نتحدث عن 12 مبنى انهار بهذا الشكل. نتحدث عن تقييم أولي ل70 مبنى آيل للسقوط أو يهدد ساكنيه بالسقوط. تم إخلاؤه بأمر من السلطات السورية. هناك مركز إيواء واحد هو مدرسة الشهيد نادر وطفة، تم نقل العائلات إليه. لا يمكن أيضا أن ننسى أن هذه القرى بطبيعتها الاجتماعية ليست كالمدن. في المدن الصورة واضحة أكثر لأن الأهالي نزحوا باتجاه مراكز الإيواء وبالتالي الأعداد معروفة ومعلومة. في القرى بحكم الطبيعة الاجتماعية ينتقل البعض ممن فقد داره إلى أقاربه، وبالتالي ليس هناك مسح علمي يمكن أن يعطي بشكل دقيق عدد الذين فقدوا منازلهم أو عدد الذين بحاجة لمساعدة، لأن عدد كبير منهم انتقل إلى أقاربه وعائلته والبيوتات المتفرقة بحكم أنها قرية وهم في نهاية المطاف أبناء عمومة وأبناء عائلة كبيرة واحدة ربما يعني بأفرعها. لكن هناك 70 مبنى نتحدث عن عائلات بالمئات شردت من منازلها بفعل هذا الزلزال. الحشد الشعبي واصل تقديم الدعم إلى هذه القرى، هو يسلم جزءا مما يستقدمه
من العراق إلى الحكومة السورية، إلى المحافظة، إلى الجهات السورية المختصة، الهلال الأحمر، دوائر السلامة، الدفاع المدني، كل هذه الدوائر تصلها مع الحكومة المحلية مع المحافظة، لكن هناك نسبة يتم توزيعها بشكل مباشر إلى المتضررين باعتبار أن الحشد الشعبي نسق مع الجانب السوري لأن ينشر مفارس جوالة سواء طبية أو إغاثية لتقديم المعونة للأهالي. هنا وصلت دفعات من المواد الإغاثية العراقية، وبالمناسبة من المفترض أن تنطلق اليوم من العاصمة بغداد قافلة من قرابة 100 شاحنة من العاصمة العراقية بغداد، هي ضمن حملة عد عيناك باتجاه اللاذقية وحلب، باتجاه هاتين المحافظتين من المفترض أن تصل هذه القافلة ضمن حملة عد عيناك فقط. هناك حملة فزعة عراقية وهناك حملة أهل الخير، بالتالي ذلك يعني أن الاستمرارية موجودة لدى العراقيين ولدى الحشد الشعبي وفريق الإغاثة العراقي الموجود الذي يشرف عليه الحشد الشعبي لإدامة زخم وصول المواد الإغاثية والتموينية والمستلزمات الطبية بشكل أساس إلى المتضررين جراء هذا الزلزال. إسطامو تشابه بقية القرى التي تعرضت وترك الزلزال آثاره عليها وعلى أهلها. هذا المبنى شاهد على ما عاشته المدينة، كيف يمكن لهذا البناء المسلح الإسمنتي لأن يتحول بهذا الشكل بثواني إلى هذا الركام المنهار على رؤوس ساكنيه؟ هذا الأمر يتطلب طبعا دعما أكبر ودورا أكثر من أجل رفع هذه الأنقاض، من أجل إعادة تأهيل هذه المناطق. نتحدث عن قرية هنا فيها 12 مبنى انهار و70 مهدد بالانهيار، هذا في التقييم الأولي بعد أن يأخذ المختصون الوقت اللازم. بالتأكيد العدد سيكون في زيادة، وتاليا الأمر يتطلب إدخال مواد بناء المساعدة في إنشاء مركز للإيواء. هنا مدرسة واحدة هي مركز الإيواء، هي مدرسة لأبناء القرية وهي بذات الوقت مركز للإيواء، ويمكن أن يتم تصور كيف يكون المشهد يعني معقدا وتعقيد مركب بين الأهالي وبين النازحين بفعل هذا الزلزال، وبين تقديم المعونات لهم، وبين أن تستمر الحياة ويجب أن تستمر في أداء دورها هذه المؤسسات. وتاليا هنا حاجة لأن يتم إنشاء مركز للإيواء أو المباشرة بعمليات سريعة لإنشاء منازل واطئة الكلفة حتى وإن كانت من منازل التركيب الجاهزة، لأن الأهالي هنا فقدوا منازلهم ولا يوجد سوى هذا المركز وهم في الريف، لا يمكن أن يتحركوا باتجاه المدينة أكثر أو أن يذهبوا باتجاه المدينة لمراكز الإيواء فيها كما في المدينة الرياضية أو في غيرها من البنى التحتية التي تم إفراغها من قبل الدولة السورية من أجل احتواء النازحين بفعل هذا الزلزال. نتحدث هنا عن 52 شهيد جراء هذا الزلزال، وطبعا ما يزيد عن 200 جريح جلهم لا زال يتلقى العناية من قبل الفرق الإغاثية الطبية التي وصلت، والتي طبعا بالمناسبة اليوم كان إحداها من فنزويلا كما شاهدنا هنا في اللاذقية. نعم، إذن مشاهدينا هكذا هو المشهد المروع في إسطامو كما نقله لنا الزميل عبد الله بدران موفد الميادين من العراق إلى اللاذقية. هي أيضا صرخة لجميع فرق الإغاثة التي تعمل هذه الأيام على الأراضي السورية، أيضا ربما أن تتواجد في إسطامو في ظل هذا الدمار الكبير الذي نقله لنا قبل قليل، وأيضا نقل لنا مشاهد لأبنية متصدعة بشكل كبير وآيلة للسقوط بشكل واضح كما رأيناها في الصورة قبل قليل. في ظل هذا الوضع المروع، في ظل هذه النكبة والمأساة الكبيرة التي يعيشها الشعب السوري بفعل هذا الزلزال المدمر، مشاهدينا نذكر بما افتتحنا به هذه التغطية بالعدوان الإسرائيلي السافر على سوريا بالأمس على دمشق وعلى السويداء من فوق الجولان السوري المحتل، عندما اعتدت إسرائيل بصواريخها على المدنيين الآمنين الموجودين في كفر سوسي في دمشق، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وعسكري من الجيش السوري مشاهدينا. بالتأكيد هذا سيكون أحد النقاط الأساسية اليوم في تغطياتنا أيضا مشاهدينا، مع الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت موقفا أدانت به بشدة العدوان الصهيوني على دمشق، وأكدت أن هذه الاعتداءات المتتالية وهجوم داعش على الشعب السوري يؤكد ارتباط هذين الكيانين الذاتي.
وأضافت الخارجية الإيرانية بأن الكيان الصهيوني وداعش يزيدان من آلام الشعب السوري في ظل الظروف التي تواجهها سوريا بعد الزلزال المدمر، وأكدت أن صمت الدول الغربية لانتهاك سيادة سوريا مرارا من قبل الكيان الصهيوني هو أمر مخجل. بالفعل هذا الاستمرار في الصمت هو أمر مخجل، الصمت تجاه الزلزال والمأساة الإنسانية، والصمت تجاه من يزيد من هذه المأساة الإنسانية الكبيرة التي تعيشها سوريا، إن كان من الهجوم الذي قام به تنظيم داعش، ليس الهجوم أو الجريمة والمجزرة التي نفذها بدنبار التنظيم داعش في البادية السورية عندما قتل عشرات المدنيين عبر أطلاق النار على رؤوسهم وفي أفواههم، أو من خلال العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي العدو الإسرائيلي بالأمس على الآمنين المدنيين في الفجر عندما قصف دمشق، دمشق التي تستمر صامدة بوجه كل الأعاصير وكل الاعتداءات التي تشن عليها. هذا هو الحال مشاهدينا هذه الأيام. وعن حال حلب سنسأل الزميل سفيان مراكشي موفد الميادين من الجزائر الذي يتنقل في ثنايا أحيائها وبين أحيائها لينقل لنا أيضا الوجع من هناك واستمرار أعمال الإغاثة والوقوف إلى جانب النازحين والمهجرين من منازلهم. نعم عبد الرحمن، صباحك سعيد لكل المشاهدين الكرام. نحن في جولاتنا التي تحدثت عنها نتواجد في قلب مدينة حلب بجنب المسجد الأموي، تحديدا في ساحة السبع بحرات، ساحة تنبض تاريخا ومعالم وتتحدث عن مرحلة كانت فيها حلب على يعني قوة وزهاء ورخاء، والآن هذه البنايات قد تأثرت بفعل الأحداث في البداية وزادتها تأثرا الزلزال الذي أصبح يعني فصل البنايات عن بعضها البعض وأصبحت خطرا محدقا بالنسبة للمارة ولحركة الكبيرة في هذا الشارع الحيوي جدا في قلب مدينة حلب. الآن ونحن نتحدث معك نسمع يعني أصوات الآليات وهي تقوم بنزع الطوابق العليا لهذه البنايات. هذه البنايات هي عكس تماما البنايات التي كنا نتحدث عنها بالأمس في أغلب الأحياء العشوائيات مثل حي الفردوس أو حي الصالحين. هذه البنايات مبنية على أسس صلبة، لم تستطع الآليات أن تنزلها من التحت يعني من الأسفل، فصعدوا على الطابق السفلي وبدأوا يحطمون طابقا بطابق حتى يصلون إلى الأرض ويتمكنوا من إسقاطها، لأن دعاماتها قوية جدا ومبنية على أسس صلبة. صحيح أن الأحداث قد هلهلتها وضعضعتها قليلا والزلزال زادها خطورة وميلانا، لكن نشاهد الفرق أنه لما تكون هناك بنايات مبنية على أسس إسمنتية قوية صحيح أنه ربما قد يزلزلها الزلزال لكن لا يسقطها فوق رؤوس أهلها، هذا من جهة. وتم غلق هذا الشارع الرئيسي هنا لأن ونحن متواجدون تسقط بين الفينة والأخرى أحجار وركامات من الإسمنت التي تقوم الآليات في أعلى العمارة بتحطيمها وتهشيمها لكي تنزل هنا في هذه الساحة. ساحة سبع بحرات ساحة لها تاريخ ومعروفة بصناعة الجلود سابقا والدباغة كما تسمى، وهناك مسجد عتيق مأذنته قد تضررت كثيرا من جراء الزلزال، وهنا يعني مشاهدات كثيرة في هذه الساحة، وهناك كذلك بعض المواطنين يريدون أن يتحدثوا إلينا ويرووا لنا الكثير من القصص عن ساحة سبع بحرات وكذلك عن معاناتهم وهم يسكنون في الأماكن القريبة من هذه الساحة المعروفة ومن بلدة القديمة ومن الحارات التي تأثرت بسبب الزلزال. سيد أسعد، أنت من بين الساكنة اللي كنتم هون، كنت تروي لي قبل قليل أنكم تأثرتم كثيرا بالزلزال وهناك بعض الحالات النفسية لدى الأطفال تحديدا كثيرة بسبب الهلع الذي سببه الزلزال، وقلت لي أنه الزلزال أصبح يثير مخاوفنا أكثر من الحرب. صحيح، أنا صار تقريبا عمري 65 سنة ما عدى علينا هيك موقف رغم الصعوبات والحروبات اللي عدت علينا، فما هالمواقف التخوف يعني صار أنا ما في ملجأ، وين بدك تروح؟ لا ساكن بالعالي خالص ولا ساكن بالواطي خالص، فكتير تأثرت يعني ما في بيت بحلب إلا ما تأثر يا نفسيا يا معنويا يا ماديا، حتى الصغار الكبار ما حدا إلا ما تأثر، ما عدى علينا هيك موقف
والحمد لله على كل شيء. يعني انت تسكن في حاره قريبه من سبع بحرات، كيف حالها؟ هل وقعت بعمارات؟ هل هناك عمارات متصدعه اصبحت تشكل خطر على الناس؟ كثير كثير كثير، في يعني الماء تصدع بيته، تهجر، الخوف، كثير بنايات خربت على ناس يعني موجوده تحتها لسه ما بنعرف شيء عنها. طيب تناشدون السلطات ربما لكي تستعجل عمليات هدم البنايات خاصه التي هي مهدده بالسقوط؟ طبعا يعني نحن بنناشد الجهات المختصه ان ما يتوانوا، يعني ممكن تخرب باي لحظه، البنايات متصدعه ممكن تخرب باي لحظه. شكرا عم اسعد. كذلك نحاول ان نستقر راي اخونا الذي دلنا على هذه الساحه قبل قليل. انت حضرتك تاثرت كثيرا بالزلزال. اي والله كثير كثير. انت كذلك تاثرت من الزلزال، واليوم كيف هو حالكم في هذه الساحه؟ لسه هلا بالرعب وعم برجف انا، يعني زلمه صرر يعني معي رعب، وصرت يعني مثل انسان مريض في هالزلزال. وانا من منطقه السبع بحرات واعيش هون من 60 سنه، انا امي ولدتني هون بمنطقه السبع بحرات، بمنطقه القديمه بحواش القديمه، ما وراء السبع بحرات في كنيسه، في كنيسه اليهود، ومنطقه بندره اليهود، ومنطقه بندره الاسلام، مناطق قديمه، وكلها الزلزال اثرت عليها بشكل كبير لاني معمره بحجر احجار قديمه كثير ماكن، وسقطت كلها، سقطت فوق رؤوسنا، ولبين ما طلعنا من تحت التراب وتحت الركام الله لحتى شاننا، ومتشردين شوارع من 2011 لحديت الان، ومنطقه كثير منكوبه، ولحديت اللحظه منطقه منكوبه وما بنقدر نبرك فيها ولا بنقدر نسكن فيها، لان كل عم بسقط الحجار فوقها، وما اجى حدا باي سبب عوضنا في بيت او بمنزل، متشردين في الشوارع. يعطيك العافيه، نتمنى ان تتم في اقرب الاجال ايجاد حلول يعني سريعه لخاصه المباني العتيقه او الاحواش كما تسمى هون، او البيوت العربي مثل ما تسمى، وهي تشكل يعني الاساس في البلده القديمه في حلب التي تاثرت، والتي يصعب حقيقه تقنيا على السلطات في مدينه حلب ان تجد لها حلا، لكون ان هذه البلده هي اقدم بلده في التاريخ تعيش يعني معمره لالاف السنين، وتحتاج تقنيات كبيره من اجل رفع الانقاض وإعادة ترميمها، مثل ما هو الحال بالنسبة للمسجد الأموي الذي شاهدنا فيه الأشغال متواصلة للترميم، ومثل هو الحال في بقية كذلك المعالم الأثرية في هذه الساحة، ساحة السبع بحرات والمسمية على سبع طبقات لهذه النافورة التي تتوسط ساحة السبع بحرات في حلب. نذكر بأن السلطات هنا في مدينة حلب تحديدا يصلون الليل بالنهار ويحاولون أن يستغيثوا ما استطاعوا من العائلات والأسر، حيث تم ترحيل أكثر من 80 عائلة وتخصيص يعني مراكز دائمة للإيواء ونقلها من المراكز المؤقتة التي كانت في المستشفيات والتي كانت في المساجد والكنائس، حيث أنه يعني تم ترحيلهم إلى مراكز دائمة. كما أن الجهود متواصلة فيما يخص هدم العمارات التي هي آيلة في السقوط، حيث وصلت إلى 150 عمارة من أصل يعني أكثر من أصل كثير من العمارات اللي هي أصبحت مهددة، وهذا لا يشكل إلا ربما نسبة 30 إلى 40% من العمارات المهددة، وهذا العدد هو ثلاث أضعاف العمارات التي أسقطت بسبب الزلزال. يعني الآن السلطات في مرحلة ثانية من العمارات التي أصبحت تشكل خطر على الساكنة كما قلت. فقط أريد أن أعرج عبد الرحمن سريعا على موضوع مهم جدا، وهو دخول المساعدات الأممية من شمال غرب سوريا، حيث وصلت إلى 150 شاحنة، والآن هذه المناطق يعني تحت خارج سيطرة الدولة السورية، تحت سيطرة المسلحين الذين يمنعون وصولها إلى مدينة حلب مثلا أو دخولها إلى سوريا. وهناك فقط بالأمس وصلت 20 شاحنة إلى هذه المناطق، المناطق هي التي خارج سيطرة الدولة السورية كذلك تأثرت كثيرا بسبب الزلزال، وتسببت في نزوح الكثير من السوريين راجعين من تركيا الى اراضيهم الى الاراضي السوريه، بحيث ان السلطات التركيه اعطت اولويه للاتراك في الذين تاثروا بالزلزال على السوريين، ودخل لحد الساعه يعني اكثر من قرابة 7000 خلال 4 أيام فقط دخلوا على المناطق التي يسيطر عليها المسلحين، وهناك 1090
سوري دخلوا في اليوم الرابع. تصور يعني أعداد هائلة من المنكوبين على مستوى المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات يمنعون أو يرفضون مساعدات الدولة السورية، وكذلك يمنعون وصول المساعدات الأممية إلى محتاجين هنا في حلب. الصورة فعلا معقدة جدا في شمال غرب سوريا. زادها سوءا هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي استمعنا إليه وتابعناه بالأمس، يزيد سوءا لوضعية أصلا هي كانت كارثية بسبب الحرب والأحداث وبسبب العقوبات الاقتصادية. وكأن سوريا هناك من يريد لها أن تبقى جاثمة على ركبيها ولا تقف، وهناك من حتى حسد التضامن العربي على قلته مع سوريا ويريدها أن تبقى جاثمة، ولكن سوريا وشعبها الصامد الذي نرى يحيط بنا ويريد أن يتحدث ويريد أن يسر نبض الحياة فيه ما زالت واقفة. اليوم بعد هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتكرر على سوريا هو مطلوب أكثر من أي وقت مضى، والوقوف إلى جانب سوريا صحيح. اليوم ضد هذا العدوان مطلوب أكثر من أي وقت مضى، وجامعة الدول العربية التي أيضا صمتت مشاهدينا على الزلزال الذي حصل في سوريا هي مطالبة اليوم أن تقف أيضا موقفا يكون بالحد الأدنى مشرفا بالإعلان ولو على الأقل إدانة هذا العدوان. ومن أدان هذا العدوان حتى الآن نذكر كانت الخارجية الإيرانية ورئيس تيار الحكمة أو زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم الذي أصدر بيانا قال نشجب بشدة الاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على الشقيقة سوريا في دمشق والذي راح ضحيته عدد من الشهداء وسقط بسببه العديد من الجرحى. ونحن مستمرون في هذه التغطية مشاهدين سوريا تركيا إرادة حياة، نشاهد الآن على الشاشة وصول القافلة الثانية التي أرسلها حزب الله تحت عنوان رحماء. هذه القافلة وصلت إلى مدينة حلب، فيها 29 شاحنة، فيها مواد إغاثية، فيها أيضا مواد للتدفئة، فيها ألبسة، فيها أيضا حليب للأطفال، وهي مادة مهمة للغاية هذه الأيام بالنسبة للسوريين المحاصرين بفعل قانون قيصر الأمريكي الذي أطبق عليهم بعد هذه الحرب. هناك حاجة ماسة، يعني من يأتي إلى سوريا ويتحدث إلى أطفالها إلى أهلها إلى الأباء إلى الأمهات سيعلم أن حليب الأطفال اليوم هو عملة صعبة إذا صح التعبير بالنسبة للسوريين. بالعودة أيضا مشاهدينا إلى هذا العدوان الإسرائيلي، نتحدث أكثر مع زميلنا محمد الخضر. نذكر محمد أنه في حمأة هذه الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري أتى هذا العدوان، وفي ظل صمت غربي أطلسي مريب أصلا على ما حصل من زلزال يستمر هذا الصمت. واليوم أيضا الدول العربية التي قالت أنها تقف إلى جانب سوريا في المأساة الإنسانية هي مطالبة بموقف اليوم، لأنه هذا العدوان يزيد من المأساة الإنسانية والذي يتزامن كما ذكرنا في افتتاح هذه التغطية مع ما قام به داعش من جريمة مروعة في بادية السورية. صحيح، تزامن ليس مصادفة على ما يبدو. أمس أو فجر أمس يأتي هذا العدوان الإسرائيلي بعد أقل من 48 ساعة على المجزرة في منطقة السخنة في البادية السورية التي ذهب ضحيتها حوالي 70 شخصا من القرويين من العشائر في تلك المنطقة وسبعة عناصر من الجيش السوري وضباط الشرطة ضابط شرطة وشرطي في تلك المنطقة. العدوان يعني بكل المقاييس، يعني نحن نتحدث الآن قوانين إنسانية، قانون دولي إنساني، قانون دولي مرفوض وواضح حقيقة، يقصف حي مدني بهذه الصلافة بالصواريخ والناس نيام والناس نيام حقيقة، يعني لا يحتاج حتى من الدول العربية أو غير العربية إلى جرأة لإدانة هذا العدوان، لكنه تواطؤ واضح، عدم جرأة حقيقة. يعني هناك صدمة يعني لدى السوريين وربما اعتادوها من حتى بعض الأشقاء الذين يغضون الطرف عن مثل تلك الجرائم، والتذرع ضمن هذه الماكينة الإعلامية والذهاب إلى أنه وجود هناك أهداف إيرانية ضمن حي سكني، يعني كلام حقيقة لا قيمة له، لم نقل أنه كلام تافه بهذه المعنى، عذرا من هذه الجملة. محمد تفضل. عذرا على مقاطعتك، ولكن أيضا لنذكر لأنه من انضم إلينا الآن في التغطية، نحن نذكر نبدأ هذه التغطية عند 10:00 بتوقيت سوريا، 9:00 بتوقيت القدس الشريف، وبالتالي قد يكون البعض لم يبدأ بالمشاهدة حتى الآن. من انضموا إلينا الآن نريد أن نذكر بشهداء هذا العدوان، ما الذي خلفه هذا العدوان إن كان في دمشق أو السويداء؟ صحيح، العدوان جرى في الساعة 12:20 عدوان صاروخي إسرائيلي من فوق الجولان المحتل، استهدف بشكل أساسي حي كفر سوسة في قلب العاصمة السورية دمشق ونقاط حول العاصمة، وهناك
هناك كتيبة للدفاع الجوي تقع إلى الشمال من مدينة السويداء في بلدة شعبة. الشهداء حسب بيان وزارة الدفاع السورية هم 6 شهداء مدنيين وهناك جندي استشهد في هذا العدوان. طبعا هناك 15 جريحا. معلوماتنا أن الجرحى بعضهم في حالة صعبة لأن الاستهداف كان مباشر على ناس نيام منتصف الليل حي مدني، حي مدني بالكامل، عائلات أطفال ونساء، يعني بكل هذه التفاصيل تصدوا أو يعني جاءت هذه النيران على أجسادهم الغضة والطرية في ذلك الموقع. ليس العدوان الأول الإسرائيلي الذي يستهدف حي مدني، كان استهدف حي المزة في بلد غربية قبل عامين، واستهدف في ضاحية قدسية، واستهدف في قرى تحت جبل الشيخ في تلك المنطقة والقاطع، واستهدف مناطق كثيرة في جرمانة كانت الشظايا الصواريخ. التذرع والذهاب ضمن هذه الماكينة الإعلامية المنظمة باتجاه وجود أهداف إيرانية يعني يبدو سخيفا للغاية. هناك مدرسة إيرانية معروفة يعني ضمن تبادل ثقافي وعلمي وأبناء الجالية الإيرانية يدرسون فيها، كما توجد مدرسة سورية في طهران أو مدرسة سورية في موسكو، يعني هذا هي أقصى حد للوجود الإيراني في ذلك المكان. التزامن مريب وخطير ولا يمكن فصله. يعني قبل يومين فقط 70 شخصا استشهدوا على يد داعش بإعدام كانت تطلق، كما تحدث إلينا مدير مشفى تدمر الوطني، أطلقت النيران على أفواههم وعلى عيونهم، إعدام واضح وإجرامي ويتزامن كما تفضلت أنت في التقديم باعتداءات كانت تجري على القوافل القادمة من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية. حتى لو افترضنا جدلا أن هذه الذريعة أو الماكينة الإعلامية أنها تأتي فيها سلاح أو إلى ما هنالك، نقول نفترض ذلك، هذه دولة ذات سيادة هي تستورد وتتعاون عسكريا وأمنيا وتقنيا مع كل دول العالم. قرار دولة صحيح، لكن الذهاب إلى تلك الجزئيات هو من تمييع لهذه القصة ومحاولة حمل ثقل عن الاتهام المباشر للاحتلال. هو هذا أمر طبيعي محمد، من حق كما تقول قبل قليل أنه حق الحكومة السورية، حق الدولة السورية أن تأتي بما تشاء. نعم. إلى هذا البلد لأنها صاحبة السيادة، ولكن لأنه نحن في زلزال، لأنه نحن في مأساة، لأنه نحن في نكبة، هناك من يحاول أن يروج لهذه الأكاذيب بالرغم من أنه كما ذكرنا من حق الدولة أن تأتي بما تشاء، هذا حقها السيادي، ولكن نحن في أزمة إنسانية كبرى، هناك من يريد أن يحجب الأنظار عن هذه الأزمة الإنسانية ليزيد من آلام سوريا ووجع سوريا. واضح أنه هناك دول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة هذا الغرب الأطلسي الذي يعمل في الليل والنهار على الضغط على سوريا انطلاقا من هذه الأزمة الإنسانية لاستثمار رخيص من أجل أن يأخذوا موقف من دمشق، من أجل أن يضغطوا على دمشق التي بالرغم من حرب 10 سنوات وبالرغم من حصار إلا أن الشعب السوري بقي صامدا على موقفه ولم يتغير ولن يغير، هذا واضح. وفي هذا العنوان تحديدا وهي لقطة لافتة أن بدأت دمشق تتحرك يعني من محنة الزلزال، انفتاح عربي، انفتاح دولي من بعض الدول تجاه دمشق، يريدون أن يضغطوا ربما وحرف الأنظار باتجاه مكان آخر. باقي أنت معنا محمد في هذه التغطية مشاهدينا المستمرة من الميادين، سوريا تركيا إرادة حياة. أشكر الزميل عبدالله بدران، أشكر الزميل سفيان مراكشي مفداء الميادين، عبدالله من العراق وسفيان من الجزائر إلى هنا إلى سوريا أيضا لينقلوا لنا الصورة وهذه المشاهدات التي تدمي القلوب والعيون في المناطق السورية والتي يزيد من هذه المحنة، هذه الاعتداءات المستمرة والسافرة من العدو الإسرائيلي ومن داعش الإرهابي، حيث تتزامن هذه الاعتداءات لتزيد من هذه المحنة على السوريين. هذا الجزء من التغطية مشاهدينا حتى هذه اللحظة وصل إلى نهايته، نلتقي عند رأس الساعة مع نافذة مباشرة من هنا من المدينة الرياضية في مدينة اللاذقية. إلى اللقاء.